يمكن من 21 يوم وأهالينا في قطاع غزة بيواجهوا عدوان إسرائيلي سافر وغاشم على القطاع، ربما الأعنف في 20 سنة اللي فاتوا. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم للدكتور خالد عكاشة، معانا دلوقتي على التليفون. دكتور خالد، يمكن مسألة التصعيد العسكري في القطاع والتطورات العسكرية اللي حصلت في القطاع وتوقيت هذه العملية العسكرية والأثر المحتمل من هذه العملية العسكرية، معانا دلوقتي على التليفون العميد الدكتور خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي ومؤسس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء، تحياتي لحضرتك وللسادة المتابعين جميعا. أهلا بحضرتك يا دكتور. بسأل حضرتك عن التطورات العسكرية في قطاع غزة وهذا التصعيد الأعنف على القطاع والاجتياح البري أو التمهيد لهذا الاجتياح البري واختيار هذا التوقيت والأثر المحتمل. يعني الحقيقة بنتابع منذ ساعات عملية برية للجيش الإسرائيلي بيحاول إن هو يدخل شمال قطاع غزة ومدن شمال قطاع غزة على وجه التحديد، وبيصعد القصف بشكل كبير جدا على المدنيين، وتسبب في قدر كبير جدا من الخسائر الحقيقة. يعني ربما لم تخرج الإحصائيات بعد، لكن مما تابعناه خلال الثلاث او اربع ساعات الماضيه يدل على ان اليوم هيكون يوم صعب في ارقام عدد الضحايا وفي حجم الاضرار اللي تعرض ليها الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. المحاوله البريه انا اظن انها ليست هي الاجتياح البري الكامل اللي كان بيهدد بيه او بتهدد بيه الحكومه الاسرائيليه طوال الايام السابقه. اعتقد ان هو هيقف عند حد بعض من اشكال التوغل في شمال قطاع غزه وفي المنطقه الشرقيه ليها، عمليه اختبار لقدرات فصائل المقاومه اللي موجوده في قطاع غزه، اختبار الدفاعات، حجم الذخيره اللي موجوده، اماكنها، يعني عمليه بريه محدوده انجاز التعبير للجيش الاسرائيلي. بس الحقيقه على هامشها في هذا القدر الكبير من الضحايا زي ما اشرنا، وايضا مزيد من الضغط على مساله الاحتياجات الانسانيه. يعني شاهدنا النهارده وتابعنا خلال الساعات الماضيه قطع كامل للتيار الكهربائي عن مدن قطاع غزه او معظمها، قطع كامل لشبكات الاتصال، وده امر بيتسبب بضرر كبير جدا للمرافق اللي بتقدم خدمات للمواطنين، قطع كامل للمياه وللاحتياجات الأساسية وخدمات الإنترنت. يعني في نوع من أنواع الرغبة في عزل قطاع غزة عن العالم، حتى يعني لا يتم التغطية الإعلامية على حجم ما يتم ارتكابه داخل القطاع. أنا بشوف أن الإعلام مستهدف بشكل كبير جدا، أن هو الجيش الإسرائيلي بيحاول يقطع عليه طريق انه ينقل الصوره وينقل الحقائق من على الارض وما تتعرض ليه غزه الى مختلف دول العالم والراي العام الاقليمي والعالمي. ده ملخص موجز لما جرى خلال مساء هذا اليوم، وهو امر بالغ الاهميه والخطوره، وده يخلينا الحقيقه يرجعنا لما تؤكد عليه الدوله المصريه بان المسار الانساني في هذه الازمه بيتم التضييق عليه بصورة كبيرة جدا، وده بيفسر لنا ليه الدولة المصرية بتشتغل على هذا المحور بكل قوة وبتضغط على كافة الأطراف وبتفتح مسارات مع الأمم المتحدة ومع الدول الكبرى، الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، من أجل أن يكون هناك تعاون مع الأمم المتحدة ومع مصر. مصر بتقود فعلا على المستوى الدولي الجهد الإنساني والإغاثي المطلوب لأشقائنا في داخل قطاع غزة، وده مسار في غاية الأهمية وبيتسبب في كتير جدا من محاصرة أي تغول عسكري إسرائيلي، وده شفناه النهاردة الحقيقة في ارتفاع بعض من الأصوات اللي بدأت تتحدث عن هدنة وعن وقف إطلاق نيران وعن فتح ممرات إنسانية. يعني ده كله استجابة للجهد المصري اللي بذل خلال الفترة الماضية. هل هناك أي ضمانات يا دكتور لتنفيذ هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي تابعناها بوقف فوري لإطلاق النار، بضرورة إدخال المساعدات؟ يعني أنا أتوقع أن يعني مش ضمانات بقدر ما هي
استجابة للجهود العربية. جهود دبلوماسية يعني للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات يا دكتور. يعني استطعنا أن احنا الحقيقة بالجهود الدبلوماسية، وده كان مطلوب جدا في هذه المرحلة، أن احنا يعني نجذب إلى صفوفنا وإلى وجهة نظرنا كتير جدا من دول العالم اللي كانت في الأسابيع الأولى من عمر الأزمة بتؤيد صحيح. إسرائيل صحيح. بشكل مطلق، وتتحدث عن أن ما يجري هو حق دفاع شرعي وغيره من التوصيفات غير القانونية وغير الدقيقة ولا علاقة لها بالحقيقة. الجهد اللي بذل تمكننا من خلاله أن احنا نغير أراء يعني ونستحوذ على 120 صوت و120 دولة كاملة العضوية والأهلية في المجتمع الدولي اللي ممكن فعلا تساعد في إنفاذ هذا القرار. قرار مش ملزم صحيح، لكن ليه قيمة معنوية كبرى باعتبار أنه هو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أكبر كيان دولي في العالم، وده هيدي مساحة أكبر للعمل على هذا المسار. وأنا الحقيقة بشيد جدا بالتصريح المهم اللي قاله معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد صدور هذا القرار. قال احنا حققنا انتصار، المجموعة العربية حققت انتصار مهم في الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة النهاردة والجمعية العامة صحيح. ويجب أن يتحول. وربما ساهمت في هذا كمان سيادة العميد قمة القاهرة للسلام وتغير المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية. ما هو فعلا لو احنا حابين نفسر يعني كيفيه صناعه هذا الانتصار الدبلوماسي اللي تحقق النهارده في الامم المتحده مباشره، نقول هو حصاد للجهود اللي تمت خلال الاسبوعين الماضيين. قمه القاهره للسلام كانت احد اهم المحطات اللي صنعت انتصار اليوم في الجمعيه العامه، وقدرتها على حشد هذا العدد من الملوك والرؤساء في هذا الوقت الدقيق للغايه، ان هم يكونوا كلهم موجودين في القاهره، بل وحرصت القاهره كمان على دعوه مش بس الاشقاء والملوك والرؤساء العرب، لا كمان الدول اللي هي يعني في غير وجهه نظرنا او مع الاتجاه صحيح. الاخر. وكانت القاهره قويه وحريصه بان هي تجري حوارات مع هذه الدول حتى يمكن تغيير موقفها، وده الحقيقه اللي تم النهارده في الجمعيه العامه. كانت مصر حريصة مش بس عشان تجيب الناس اللي هي متوافقة مع وجهات نظرها، لا كانت عايزة لأكبر مساحة ممكنة، بل وكانت تستهدف بالفعل من هم في الجانب المضاد، وإن هم يجوا القاهرة ويستمعوا إلى الرؤية المصرية وإلى الرؤية العربية ويستمعوا لهذا الحديث والتوصيف القوي والدقيق من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمته اللي كانت لافتة جدا الحقيقة في هذا اليوم وفي هذه القمة. وكمان ما ننساش الـ يعني اللقاءات الرئاسيه الكبرى صحيح. اللي تمت خلال هذه الفتره، وهي بتبقى يعني الحقيقه داعمه بقوه لمساله صناعه قرار جوه الجمعيه العامه. يعني لما نتكلم على رئيس وزراء بريطانيا، الرئيس الفرنسي، الرئيس الامريكي، مستشار الالماني، الدول الرئيسيه ديت بتبقى دول المؤثره في صناعه القرارات. لا ما فيش شك في ده، يعني احنا لو بنقرا المشهد العالمي لا شك في ذلك. زيارات ناجحه، وكانوا حريصين جميعهم على التواصل مع القاهره مش بس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن لا يوجد رئيس منهم او قياده لم تقم بالاتصال بالقاهره ثلاثه او اربع مرات خلال الاسبوعين الماضيين. حجم تنسيق كبير، تبادل وجهات النظر، تاكيد على الوقوف مع مصر في قيادتها للعمل الإنساني والإغاثي وتأكيد على دورها وأهميته. الكلام دوت بنحصده بقى النهاردة في الجمعية العامة لما نجد أن لقى المشهد الدولي استطعنا تغييره واستطعنا إحراز انتصار حقيقي. لسه عايزين شغل كتير صحيح لقدام، لكن أصبحنا النهاردة نقدر نبني على يعني لبنة قوية وشغل جاب الأثر الإيجابي بتاعه الحمد لله. ونتمنى صحيح. ان شاء الله في الايام القادمه يعني نشوف مشهد واضح يتغير اتجاه حمايه الاشقاء الفلسطينيين في الداخل، وبدء مسارات سياسيه كما تطرح القاهره، ارساء هدنه ووقف الاطلاق النار كما تم التاكيد على ذلك في الجمعيه العامه. الحمد لله.
صحيح سيادة العميد، يمكن شواهد عدة وشواهد محورية للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وده على مر التاريخ الحقيقة، وبنشوف نتائجه في هذا القصف الأخير على قطاع غزة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا العميد الدكتور خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي ومؤسس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.